1983 والانطلاق الآن. جورس يحاول المرور، لا تزال جورس تسديد، جورس روحه، جول أول في الدقيقة 5 بالنسبة للاعبي المنتخب الليبي. إذا محمد عادل وأسامة عبد الرحمن، من الأقرب؟ محمد، جول أول. دهيلس نقل الكرة عند مهدي إلى أخريب يحاول المرور، الكرة منقولة الآن، جورس نقلها، جول أسامة عمر، جول ثالث للمنتخب الجزائري. لحلو أخريب يضيف الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، الهدف الثالث للمنتخب الجزائري عن طريق أخريب في الدقيقة 83. خلاص نتيجة المباراة تذهب بذلك للمنتخب الجزائري، والأمور تشير بأن المنتخب